بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نشرح مثال 844 Partial Vaporization of a Mixture. صراحة المثال هذا كثير مهم وبيغطي تقريبا كل مواضيع Chapter 8. وإحنا صراحة على الفاينل إجانا مثال شبيه جدا بهذا المثال، احتمال كبير يتكرر معكم برضو. يعني بتمنى منكم تحاولوا تركزوا وتفهموا منيح وتحلوا بأيديكم يعني بعد ما نخلص الفيديو. تمام، بسم الله نبدأ. Partial vaporization of a mixture an equimolar. طبعا مصطلح equimolar بعرف شو الدكتور حكى لكم عنه، بس equimolar بتعني انه لهم نفس المول فراكشن. حكى لنا an equimolar liquid mixture of benzene and toluene. فلما احكي لك لهم نفس المول فراكشن وهم باينري ميكتشر، يعني عندي ميكتشر في مادتين فقط لهم نفس المول فراكشن، فكم راح يكون المول فراكشن؟ طبعا 0.5 نفس المول فراكشن للمادتين. is at 10 degrees celsius is fed continuously to a vessel in which the mixture is heated to 50 degrees celsius. فبالتالي دخلوا عند 10 degrees celsius على vessel وبس طلعوا طلعت درجه الحراره كم؟ 50 degrees celsius. The liquid product is 40 mol percentage benzene and the vapor product is 68.4 mol percentage benzene. تمام، هسا بنشوف انه في عندي two streams زي تقريبا شبه عملية الديستيليشن. في عندي liquid stream وعندي vapor stream. اعطانا نسبة البنزين بالليكويد ونسبة البنزين بالفيبر. طيب نسبة البنزين بالليكويد 40%، قديش نسبة التولوين؟ 60%. نسبة البنزين بالفيبر 68.4%، قديش نسبة التولوين؟ 31.6%. نفس مواضيع chapter 4 يعني، اللي هي الأساسيات اللي تعلمناها كيف أعمل flowchart أو أفرغ المعلومات اللي معي. إيش طالب؟ How much heat must be transferred to the mixture per gram mole of feed. فهو أعطاك الفيد، قل لك 1 جرام مول. طبعا جرام مول نفسها 1 مول يعني، ولكن تكتب بهاي الطريقة كمان من الانترو عندكم علم فيها. طيب أعطاني البيسز اللي هي 1 مول، فقديش كمية البنزين عندي؟ نص مول. قديش كمية التولوين؟ نص مول برضه. فهو طالب الهيت، هاي الهيت، قديش الهيت اللي استخدمتها عشان أرفع درجة الحرارة من 10 ل50 لتو ميكستشر طبعا اللي طلعوا الاثنين. خلينا نشوف كيف راح نحل السؤال. طبعا أول إشي الكميات مش معي، يعني أنا ما معي الـ NV ومعي الـ NL مش معي. ليش بدي إياهم الـ NV والـ NL؟ قبل ما تعمل energy balance لازم تعمل material balance، هاي بدنا نتفق عليها. لأنه number of moles اللي بدك تطلعه هون راح تستخدمه عشان تعمل energy balance. ليش؟ لأنه لو بنلاحظ هون قبل ما نشوف الحل، Q تساوي دلتا H وتساوي سيجما N input N output في الـ H output والـ N input في الـ H input. بالتالي number of moles لكل مادة مطلوب معك. تمام؟ طبعا ما بلشنا بالحل، بس يعني رجعت على الصفحة هذيك عشان أورجيكم القانون. أول إشي بدنا نعرفه إنه الـ Q اللي هي البداية أطلعها تساوي دلتا H للعملية كاملة. فقلنا أول خطوة عندي أعمل mass balance، بعدين بعمل energy balance. الماس balance كيف بعملها؟ بكل بساطة total mass balance وبنزين balance، أو مثلا إذا بدك بنزين balance تولوين balance، نفس فكرة المثال الديستليشن اللي أخذناه ببداية chapter 4. استخدمنا هون التوتال ماس بالانس، عندي 1 مول طلع ان فيبر وان ليكويد. ليش؟ لانه اللي دخل 1 مول، اللي طلع ان فيبر وان ليكويد بكل بساطه. الثاني عندي ال 0.5 مول اللي هي مولات البنزين تساوي 0.684 في الان فيبر اللي هي المول فراكشن للبنزين بالفيبر والمول فراكشن للبنزين في الليكويد. فبطلع من المعادلتين بمجهولين قيمه الان في والان ال. طبعا بفضل تستخدموا على حسب عشان المعادلات هاي، يعني بلاش تضيع وقت كثير على الموضوع. The energy balance for this process have the form Q equal delta H. الانرجي بالانس لهاي البروسيس اللي هي الكيو اللي بدك اياها تساوي دلتا H. ليش؟ طيب ما فيش عندي work، ما فيش عندي kinetic energy، ما فيش عندي potential energy، عندي open system. تمام، فهيك بتصفي معك المعادله Q equals delta H. تمام، an enthalpy table for the process appears as follows. اول خطوه واهم خطوه تحديد الريفرنس. يعني انت لما تشتغل بدون ريفرنس الدكتور غالبا راح يخصم عليك شوية علامات محرزين شوي. ليش؟ لانك انت طبعا تشتغل بالهواء. تمام، لازم تحدد ريفرنس او مرجع تبني عليه شغلك. توضيح لفكرة، طبعا مشكلة انا ما راح اعرف اضبط الخط ولكن بنحاول. اعتبروا هاي انها الارض،
تمام، وعندنا هون عمارة ارتفاعها 100 متر، تمام، عندنا هيك اشي فوق الارض ارتفاعه 100 متر. طب احنا على اي اساس بنينا هذا الارتفاع؟ ليش حكينا 100 متر؟ اخذنا الارض هي الريفرنس، هاي 0 متر، وقلنا اطلع اطلع اطلع، هاي صارت 100 متر ارتفاع. طب انا لو ما اخذت الريفرنس الارض، لو اخذت الريفرنس سطح العمارة، انت حر خذ الريفرنس اللي بدك اياه، فسطح العمارة عندك صار 0، قديش راح تصير ارتفاع الارض عنه؟ -100، -100. فانت الارتفاعات وحتى الامثال بهون لازم تكون مبنية على ريفرنس، تمام. هاي فكرة الارتفاع العمارة هاي، بس يعني للتوضيح انه محل ما بتاخذ الريفرنس، اذا بتطلع فوقيها بتزيد، اذا بتنزل تحتيها بتنقص، هيك قصة الريفرنس. طيب خلينا نشوف احنا ليش اخذنا الريفرنس عند الليكويد، بنزين ليكويد 10 ديجري سلسياس 1 اتموسفير، تمام، والتولوين ليكويد 10 ديجري سلسياس 1 اتموسفير. انا ما وضحت الشغله انه البريشر هون هيو اعطانا اياه للاوتبوت ستريم، ما كان مذكور بنص السؤال بس كان محطوط على الرسمه. طبعا لو بدي اجيبكم، لو بدي اجيب الدكتور السؤال هذا بالامتحان راح يذكر البريشر بالنص، تمام، وما راح يعطيكم الرسمه على اساس انتم تعرفوا ترسموا فلو شارت وزي هيك. بالتالي هون عندي الانبوت ستريم 1 اتموسفيرك بريشر، مشكله بكتب ايدي قاعد والخط مش كويس، ولكن استحملونا. عندي 1 اتموسفيرك بريشر، اذا ما ذكر لك فبالتالي اكيد هو عند الاتموسفير، انت زي كانك بالهواء الطلق يعني، دخل على الايفابوريتر طلع صار البريشر زي كذا. حكينا تحدد الريفرنس، ليش استخدمنا الريفرنس هذول اللي حكينا عنهم قبل شوي؟ لانه هذول الانبوت كونديشنز، شايفين اللي دخلوا عند 10 ديجري سلسيوس 1 اتموسفير، الحالة ليكويد، استخدمناهم as a reference. ليش؟ عشان أصفر ال HN، عشان أصفر ال HN. دايما حكينا عند الرفرنس أي إشي بيكون صفر، هون الإنثالبي عند الرفرنس صفر، استخدمت الرفرنس هذا عشان أعمل الإنثالبي صفر. طبعا أنا ما وضحت الجدول كيف نعمله. الجدول بكل بساطة، تحط المادة an input h input، تفصل خط an output h output، وتبلش عبي المعلومات اللي معك وتحسب المجهول. بس هاي الطريقة صراحة بتنظم لك الحل، بتوفر عليك وقت من عجقة المعطيات، والدكتور دائما بطلبها، يعني هو بحكي اعملوا جدول زي هيك اسهل، عشان هو حتى لما يصلح يعرف انتوا ايش بتعملوا، بلاش يعني تكون عاجقين الحل. تمام، نبدأ اول شيء، ما حطيت السبستنس بنزين وتولوين، حطيت بنزين ليكويد تولوين ليكويد، بنزين فيبر تولوين فيبر. ليش؟ لانه بفرق، تمام. البنزين الليكويد بيختلف عن البنزين الفيبر، يعني مش نفس المادة، تمام، بحساب مثلا الانثالبي زي ما راح نشوف كمان شوي. البنزين الليكويد قديش كمية المولات اللي دخلت منها؟ نص مول. والتولوين الليكويد نفس القصة، الانثالبي إلهم صفر لأنه أخذنا الريفرنس عندهم، عند هذول البنزين الليكويد والتولوين الليكويد، فبالتالي الانثالبي عندهم إيش بحطها؟ صفر. طب هل دخل عندي بنزين فيبر؟ لا ما دخل، بس طلع. تولوين فيبر؟ لا ما دخل، بس طلع. طب نروح على الأوتبوت ستريمز. طب أنا طلعت قيمة الـ NV وطلعت قيمة الـ NL، تمام، الـ NV والـ NL. كيف بطلع كمية البنزين مثلا؟ سهلة، المول فراكشن تبع البنزين في الفيبر ستريم بضربه بـ NV، والبنزين فيبر مثلا هي طلعناها، قلنا المول فراكشن تبعها بالـ NV، وهون مثلا المول فراكشن تبعها بالـ NL، وهون نفس القصة المول فراكشن للتولوين بالليكويد ستريم مضروب في قيمة الـ NL، يعني بطلع القيم هاي ماتيريال بالانس عادي، بطلع قيمة الـ N output، بيضل عندي ايش؟ الـ H output. وهون يعني هون اساس السؤال، قيمة H1 H2 H3 H4، طبعا ما انتهى، سمي اي معطيات بدك اياها هون، لانهم مجاهيل سميناهم H1 H2 H3 H4 لانهم انتالبيز. يعني نشوف كيف بدنا نحسبهم. بداية قبل ما ابلش بشرح كيف نحسب الانتالبي، لازم نعرف نميز بين السنسبل هيت والليتنت هيت. السنسبل هيت بكل بساطة أنا بقدر أبسط لكم إياها، إنه بس إحنا بنرفع درجة حرارة لمادة معينة بشرط الحالة تبعيتها تكون ثابتة. يعني مثلا عندي مي سائلة عند 10 دقري سلسيوس، بلشت أسخن فيها صارت 50 دقري سلسيوس، بس هاي درجة الحرارة المستخدمة هون تسمى سنسبل هيت. ليش؟ لأنه ما صار فيه أي فيز تشينج. في نوع ثاني من الحرارة اللي هو الليتنت هيت، الليتنت هيت اللي بصير فيه تغيير بالمادة، بتلاقي طبعا التمبريتشر ثابتة، شو اللي بصير فيه تغيير بالحالة؟ بتكون ليكويد بتصير فيبر، بتكون فيبر بتصير ليكويد. أي درجة حرارة، مش درجة حرارة، أي انثالبي، تمام، هيت يعني، أي هيت بصير فيها تغيير بالفيز تسمى ليتنت هيت. طبعا أنا بحكي لكم التغيير فقط بالفيز مش بالتمبريتشر، التمبريتشر بتكون كونستنت، وراح أوضح هذا كمان شوي.
عفوا، اول اشي عندي H1. H1 نروح نشوف الجدول وينها H1. هي H1، H1 بنلاحظ انها لشو؟ للبنزين ليكويد. تمام، للبنزين ليكويد عند شو؟ الاوتبوت عند 50 ديجري سلسيوس. شو اللي صار؟ دخلناهم عند 10 طلعناهم عند 50، فانا بس رفعت درجة الحرارة. هل غيرت حالة؟ لا، بس رفعت درجة الحرارة. فقلت لما ترفع درجة الحرارة الهيت تبعيتك تسمى سنسبل هيت. قانون السنسبل هيت انك بتكامل من التمبرتشر انيشال which is 10 degree celsius للفاينل تمبرتشر which is 50 degree celsius للسي بي دي تي. طيب السي بي هاي منين بنجيبها؟ زي ما حكى لكم الدكتور اعتقد من جدول بي 2. من جدول بي 2 بتلاقي عندك الهيت كاباسيتيز، بتروح على المادة اللي عندك. مثلا عندي البنزين، هاي الصيغة تبعيتها، بتروح على الستيت. انت شو عندك؟ البنزين ليكويد صح؟ البنزين فيبر؟ لا ليكويد. طيب البنزين عندي ليكويد، بيقول لي استخدم اي فورم؟ فورم 1، هيها فورم 1. فبروح على الفورم 1 اللي هي من فوق، شايفينها؟ طبعا ما راح تكون كبيره هيك، بس انا كبرها عشان بالسلايدات. A زائد B في T زائد C في T تربيع زائد D في T تكعيب. T هاي التمبريتشر، يعني اشي ثابت. تمام، اشي سوري متغير، زي كاني بحكي تكامل X تربيع DX، هذول ما بحط مكانهم اشي. طيب الـ A قديش قيمتها؟ بروح عند البنزين، هاي قيمة A شايفينها 126.5 في 10 قوة سالب 3. ليش 10 قوة سالب 3؟ لأنه 126.5 هاي مش قيمة A، هاي قيمة A بعد ما نضربها في 10 قوة 3. تمام، فبالتالي قيمة A فعليا 126.5 في 10 قوة سالب 3، أو بقدر أحكي 0.1265، هاي قيمة A. طيب أنا كل ما بدي أحسب sensible heat بدي أروح أكتب القانون هذا كامل وأقعد أكامله. شايفين هون مثلا تكاملات مكثرها، بدي احسب سي بي هون وسي بي هون وهون 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 وهون، في منهم راح يتشابهوا، يعني راح نستخدم نفس القيمه، بس مش منطق يعني تضلك تحسب نفس التكامل وتكتب الاربع حدود هاي. ثواني، تكتب الاي والبي والسي والتي اي والدي. فالدكتور بالامتحانات بيكتفي انك تطلع له قيمه اي، يعني مكان السي بي تحط له قيمه اي لحالها بس، يعني هي ما راح تكون دقيقه، بس هو بيعرف انه اختصارا للوقت انت عملته، فهو راح يوضح لكم ان شاء الله قبل الامتحان. قيمة A عندي قديش حكينا؟ 0.1265. تمام، فبروح مباشرة هون بحط مكان السي بي 0.1265 وبكاملها من 10 للخمسين، نوعها sensible heat، بيطلع معي الرقم هذا. بس ما راح يطلع معك هذا اذا بتستخدم قيمة A، راح يطلع معك 5.05 مثلا، او يعني اشي اقل من الرقم هذا اكيد، لانه مش دقيقة الطريقة، بس الفكرة ايش؟ توفيرا للوقت تكتفي بقيمة A. إذا بدك جواب دقيق طبعاً، أو الدكتور أحياناً ممكن يقول لك إنه أحسب للـ A والـ B والـ C والـ D، فبتكامل كامل بيطلع معك الرقم هذا بالضبط اللي هو 5.332. طيب قيمة H2، ارجع الجدول، شو H2؟ نفس القصة اللي عملناها للبنزين بدنا نعملها للتلوين، ليكويد ليكويد، بالتالي ما في phase change، بما إنه فيش phase change فقط sensible heat من الـ initial temperature للـ final temperature مضروبة في سي بي. منين بجيبها سي بي؟ برجع على نفس الابندكس، ابندكس بي 2. التلوين طبعا مش موجود بنفس الصفحة، بس انا قصت لكم اياه. بتروح بتشوف قيمة A، هيها A، طبعا بحكي لي استخدم فورم واحد، فهيها A، هي مش A، هي A في 10 قوة 3، بالتالي قيمة A في هاي الحالة 0.1488. برجع هون بحط مكان السي بي 0.1488 وبكاملها من 10 لل 50، بيطلع معي الرقم مش زي هاد، زي ما حكينا بيطلع قريب له، لأنه إحنا ما استخدمنا المعادلة كاملة، لأنه ما استخدمنا المعادلة الكاملة تأثيراً للوقت، توفيراً للوقت. هسا H1 و H2 أعتقد ما فيهم مشاكل، بس أنت بتكامل من الـ Initial Temperature للـ Final Temperature، سي بي من الجدول، أمورك تمام. الفكرة وين؟ بـ H3 و H4. ليش؟ لأنه لو نرجع للجدول بنشوف إنه H3 جاي وين؟ عند حالة فيبر. طب الرفرنس تبعي شو؟ Liquid. يعني صار في عندي Phase Change. بنلاحظ إنه بالأول ثنتين ما استخدمنا latent heat. ليش؟ لأنه كانت liquid ظلت liquid، بس رفعنا درجة حرارة. لو نرجع هون للثالثة بنلاحظ إنه هون الحالة liquid، هون الحالة صارت vapor، فبالتالي في عندي latent heat بالموضوع. نروح على الأخيرة برضو في vapor، وهون عندي liquid، فبالتالي في latent heat بالموضوع. أنا بسطت لكم الموضوع. لازم عشان نطلع قيمة H3 وH4 نعمل ما يسمى بالhypothetical path. موضوع هذا شرحه الدكتور بداية الشابتر، بس أعتقد كان الوضع يعني غريب عليكم، وشو استفدنا إحنا؟ خلاص أنا ماشي بعمل هيك والسلام عليكم. لا، الفكرة إنه عشان تحلوا أي مثال بيكون فيه latent heat لازم تعمل hypothetical path.
الريفرنس تبعي ايش؟ ليكويد طبعا اتش 3 لان هذا البنزين بلشت فيه انا. ليكويد 1 اتموسفير 10 ديجري سلسياس، بدي اياها شو تصير؟ يعني المفروض انت بدك بس تمشي الطريق هاي فقط، بدك بنزين حالته فيبر، هذا البريشر تبعه وهي التمبريتشر تبعيته. طبعا انا هون بس مخربط بعتذر منكم، هاي مش 80 هاي 50 صح، الاوتبوت كان عند 50 فهاي 50 ديجري سلسيوس. تمام نكمل الموضوع، دخلت هذا الريفرنس تبعي وانا بدي المنطقه هاي، هل بتقدر تمشي الطريق هاي مباشره؟ هاي الاكتوال باث تسمى، مش الهايبوثيتيكال، هاي تسمى الاكتوال باث. بس انت ما بتقدر تحسبها، يعني هاي قيمتها اتش مثلا، هاي قيمتها اتش انت بدك اياها. طبعا هاي السهم انها سبيسيفيك مثلا، مش سبيسيفيك شو بسموها، والله ناسي، بس انه بير مول تستخدم النقطه هاي، تستخدم الشكل هذا انه زي مثلث فوقيها. تمام هسا عشان توصل من النقطة هاي نسميها نقطة واحد للنقطة هاي اللي هي نقطة اثنين، لازم تمر بالطريق هاي كلياتها. شايفين هالرسمها أنا؟ هذا طبعا بدك تكتب عندك بالحل، مش إنه خلاص أنت تعرفه، لا بدك تعرف إحنا شو بنعمل، لأنك راح تستخدم الطريقة هاي. أول إشي بتعمله بترفع درجة الحرارة. تمام شايفين كل إشي ثابت إلا درجة الحرارة. ليش رفعتها للثمانين فاصل واحد؟ للبويلينج بوينت، هاي البويلينج بوينت للبنزين قيمتها 80.1، فأنا رفعت درجة الحرارة من 10 لل80.1 وكل إشي ثابت. شو السبب؟ لأنه الرفرنس عندي شو هو؟ ليكويد. أنا شو بدي أحوله؟ لفيبر. طب المادة متى تتحول من ليكويد لفيبر؟ عند البويلينج بوينت. فأنا بوصل من التمبرتشر تبعيتي برفعها لل80 سنسبل هيت عادية، وصلت هون هسا. طب أنا بدي أحول الحالة من ليكويد لفيبر، تمام، من ليكويد لفيبر. فبلاحظ إنه بثبت التمبرتشر بصير عندي phase change، الحالة تحولت من liquid لvapor. الهيت المستخدمة هون تسمى latent heat، بالضبط اسمها latent heat of vaporization. أنا ببخر مي من liquid لvapor. طب إذا كان العكس من vapor لliquid بتصير اسمها latent heat of condensation. تمام وقيمة latent heat of vaporization تساوي سالب latent heat للcondensation. هيك دائما العلاقة بين أي عمليتين متعاكستين أنك تضرب القيمة بسالب، سواليف كيمياء كمان شرح الدكتور اظن بدايه الشابتر. تمام الليتنت هيت فقط اني صار عندي فيز تشينج من ليكويد لفيبر. طيب هسه بعديها بعد ما حولتها من ليكويد لفيبر شو بدي اعمل؟ بنلاحظ انه التمبرتشر اللي بدي اياها انا النهائيه عندي 50. تمام التمبرتشر اللي عندي 50 مش 80، فبعمل سنسبل هيت ثانيه بكامل من ال 80.1 لل 50 وهيك بكون وصلت للنقطه اللي بدي اياها. طب لا في عندي كمان سهم بدي اطلعه، تمام هاي النقطه النهائيه. شو اللي صار تغيير؟ البرشر كان 1 اتموسفير بالبدايه صار 34.8 ملم اتش جي. تمام الخطوه الاخيره انه انا بس حولت البرشر من 1 اتموسفير ل 34.8 ملم اتش جي. تمام الاتش اللي هون او الانثالبي اللي هون ما بتهمني، تمام الانثالبي اللي هون ما بتهمني. ليش؟ لانه البرشر تاثيره على الانثالبي نيجليجبل negligible، فبالتالي الخطوة هاي يعني إذا ما عملتها أصلا عادي ما بتفرق معك، فبتنسى قصة تغيير البرشر. خلاص أنت وصلت للتمبرشر اللي بدك إياها والحل اللي بدك إياها بكفي. هاي هون أول شيء لو سميتها H1 مثلا، هاي مثلا سميناها H1 وهاي اللي هون سموها H2 بس عشان أنا هيك الكتابة صعبة شوي، وهاي اللي هون سموها H3. يلا نكملهم، هاي H2 هاي H3 وهاي H4 هاي H4. طبعا شو نوعهم؟ بير مول، هيك في مثلثات. طيب هاي حكينا شو نجلكت، اشطبها ما بدك اياها. احنا شو بدنا؟ H1 و H2 و H3 بس. فبالتالي ال H3 تمام تساوي ال H هاي اللي هي سنسبل قلنا من كامل من 10 ل80.1 سي بي دي تي زائد الليتنت هيت. الليتنت هيت طبعا هاي قيمه ثابته، قيمه ثابته بتلاقيها موجوده وين؟ موجوده بابندكس بي 1 اذكر، والله كانه بي 1، اذا كان مش بي 1 انا راح اكتب لكم تعليق، بس غالبا بي 1. بابندكس بي 1 راح تلاقي الليتنت هيت اوف فابورايزيشن والميلتنج واللي بدك اياه، بس يعني احنا بدنا الفابورايزيشن هون. طبعا هي مش مضروبه ب 80.1، هون زي كانه بحكي لك الليتنت هيت
عند 80.1 للبنزين، فهاي بس إنها البويلينج بوينت، لا تضربوا بالرقم هذا، هاي كلها قيمة اللي جوا البوكس. زائد السنسبل هيت الأخيرة إنه كاملنا من هاي للخمسين، من هاي للخمسين، تكامل من 80.1 للخمسين. طبعا قيمة التكامل هاي راح تطلع سالبة، بغض النظر راح يطلع معك جواب بالأخير راح تكون قيمة الاتش 3. مرة ثانية تلخيص الخطوات بس عشان صار في عجقة نوعا ما، عشان أوصل للحالة اللي بدي إياها اللي هي فيبر عند البرشر الفلاني عند التمبرشر 80، مرة ثانية هاي مش 80 هاي 50، اللي هي الأوتبوت تمبرشر اللي بالسؤال. أول إشي عندي بنزين عند الحالة هاي اللي هو الرفرنس تبعي اللي هو هذا الصفر تبعي بنقدر نحكي، زدت سنسبل هيت وصلت لشو؟ للبويلينج بوينت. ليش وصلت للبويلينج بوينت؟ عشان أغير الحالة، لأنه الحالة عندي فيبر. من البويلينج بوينت وين بروح؟ للتمبرتشر الحقيقية، خلينا نكتبها تي. تمام، مرة ثانية من الرفرنس للبويلينج بوينت، بعدين شو بنعمل؟ يعني هون في خطوة مهمة قبل ما نروح على التمبرتشر اللي بدنا إياها، الليتنت هيت هيها، خلينا نعمل سهمين الليتنت هيت. وآخر إشي من الليتنت هيت بعمل تغيير لدرجة الحرارة من الصفر للبويلينج بوينت. من البويلينج بوينت شو بعمل؟ بعمل زي تغيير لدرجة الحرارة، سوري زي تغيير للحالة من ليكويد لفيبر باستخدام ايش؟ الليتنت هيت. بعدين من الليتنت هيت برجع للتمبرشار اللي بدي اياها. مرة اخيرة عشان ما تنسوهاش، من الرفرنس للبويلينج بوينت، عند البويلينج بوينت بعمل تغيير للحالة، ومن تغيير الحالة برجع التمبرشار زي ما بدي اياها. البرشر ما بهم تأثيره منعدم تقريبا على الانثالبي، فحتى كأنه الكتاب مش شارح قصة البرشر كلها. طيب الاتش 3 اللي هي كنا نشتغل فيها مرة ثانية، تكامل من 10 إلى 80 للبويلينج بوينت، للسي بي للبنزين بدنا ننتبه لأنه في قيم للليكويد وفي قيم للغاز، فبتنتبه لقصة الغاز أو الفيبر هي هون. يعني مثلا السي بي للبنزين هون شو نوعها؟ فيبر، فالقيمة هاي مش نفسها القيمة هاي. تمام، بكامل من 10 إلى 80 سي بي دي تي، زائد latent heat of vaporization للبنزين عند البويلينج بوينت تبعيته، زائد تكامل من 80 إلى 50 للسي بي دي تي. بس هيك بكون طلعت قيمة H3. قد يكون الموضوع معقد نوعا ما كبداية، انك كيف بدك تمشي الهايبوثيتيكال باث كله، بس احنا فعليا قاعدين نعمل ثلاث خطوات ورا بعض، بس ثلاث خطوات ورا بعض ما فيهم اي مشاكل ان شاء الله، بس جرب حل المثال بايدك. H3 طلعناها، H4 نفس القصة، شايفين هون كملنا من 10 للبويلينج بوينت تبعية البنزين، هون كملنا من 10 للبويلينج بوينت تبعية التولوين. طبعا قيم البويلينج بوينت موجودة الابندكسز اللي عندكم، سي بي للتولوين دي تي زائد latent heat of vaporization للتولوين زائد تكامل، هون نفس القصة فيبر دي تي، وطلعنا قيمة H1 H2 H3 H4. الانرجي بالانس عندك حكينا Q equals delta H. تمام، والدلتا H هاي كيف بنطلعها؟ نفس العلاقة اللي اخذتوها كمان بالسلايدات، اللي هي السيجما دلتا H output minus سيجما دلتا H input. الدلتا اتش الاوتبوت اللي هي المولات الماده في الاتش تبعيتها، يعني مثلا خلينا نطلع القيم هاي معكم. الاوتبوت بتروح اول اشي على الجدول، بتقول ثواني بس لو اعمل الليزر بوينتر، عندي 0.256 بضربها ب اتش 1 زائد 0.389 بضربها ب اتش 2 زائد 0.241 مضروبه ب اتش 3 زائد 0.111 مضروبه ب اتش 4. هذول كلهم ايش؟ الانثالبي output minus الانثالبي input. الانثالبي input اللي هي موجودة عندكم هون، الان بالاتش input قديش الان؟ هاي مثلا للتلوين للبنزين 0.5 في 0 plus 0.5 في 0، فهذا كله بيطلع 0، فبالتالي Q equal delta H وتساوي المعادلة هاي، بتطلع بالاخير قيمة Q 17.7. طبعا هذا اخر اشي بحل السؤال، بتمنى تجربوا تحلوه بايديكم لانه ما بزبط هيك، بس تشوف الحل واحتمال كبير والله يتكرر يجيكم بالامتحان. وبس هاي الابندكسز موجودين باخر الكتاب اللي بده يرجع لهم، ويعطيكم العافية.